ترجع تاني للخطيب وهوبا غريب. الخطيب فعلا تحكمه في الكره غريب جدا. منتهى الثقه. الجول اللي حطه بيعدي من الوقت. مختار مختار هو الجول. مختار هو الجول. لعبها الخطيب بصدره. الجول الثاني للنادي. حلوه يا طه. نقلها برجله الشمال وحلوه لعبد الصمد. وعبد الصمد بيصلحها الخطيب. والخطيب بيحطها طفى مختار. والخطيب يقدر يجيب جول مستريح. او الخطيب بيرقص على بعيد بقى. هو الجول. وطلقه شباب وحطها تاني. تروح للونج الشمال الزحله وكان مسيبها وفاول. فصل الحكم بيقول يلعب. انا اعتقد ان الجيشك الخطيب هيلعب. هيلعب حلو. ناقص اثنين وحطها في ماشي. مختار لفتحي. مبروك فتحي. بيلعبها قدام للخطيب على صدره وبيشوط. طار الشيخ. حلوه يا طه. نقلها برجله الشمال وحلوه لعبد الصمد. وعبد الصمد بيصلحها الخطيب. والخطيب بيحطها على شمال الشاذلي. الجول الخامس يا ناديه. ماشي. لا عبد العزيز عبد الشافي بيلعبها بالعرض. تروح للخطيب. بعد 16 دقيقة أصبحت النتيجة 3 الأهلي 0 المنصورة. يجيب الجول الثالث الخطيب. لما الكرة صفت وعدى منه وفات وماشي لسه بيحاول إنه يحل عليه. كرة مع صفت بيلعبها عالية. الخطيب بيضربه. كرة حلوة. سلم الجزمة عليا. يقطع الخطيب ويحط الجول الرابع في الدقيقة 39. مصطفى بيرقص للخطيب وهيشوط. يا سلام. برافو محمود الخطيب. الحكم بيقول يلعب. انا اعتقد ان جيشك الخطيب هيلعب. هيلعب حلو. ناقص اثنين وحطها في الجول. طاهر لحسن حمدي. ماشي حسن. بيبص مين الفاضي وبيلعبها قدام. تتقطع وتروح لصفات ناحيه اليمين. بيريح للخطيب. والخطيب حلوه الخطيب. الجول الثاني للخطيب. للخطيب وهيشوط. يا سلام. برافو محمود الخطيب. متعدي بيلعبها بالعرض. الخطيب محمود الخطيب. كوره حلوه حلوه من عامر. يخطفها الخطيب بسن جزمه. في الجول الاولاني للنادي الاهلي. شوفها مع بعض تاني. عامر لعبها كويس قوي. محمد عامر الكره اللي فاتت. الخطيب على طول بسن الجزمه. بيلعب كره طويله عكسيه. عاوز سكوتي بيصلحها للمختار للخطيب. بيلعبها طويله عكسيه حلوه لشريف عبد المنعم. من قدامه بيلعبها طلحه انما ياخدها تاني شريف. ومعاه مختار. بيلعبها طويله عكسيه للخطيب على صدره. ويلعبها يا سلام. يا ولد يا لعيب. كوره في منتهى الجمال لشريف عبد المنعم. يستقبلها الخطيب على صدره. وقبل ما توصل الارض ياسين. الكور العالية. روكسون. احمد روكسون. يجيب الجول للنادي الاهلي بعد 20 دقيقة. جايب 36 جول محمود الخطيب. وده الجول 37 ليه للنادي الاهلي في بطولات افريقيا. الاعادة. يحطها برجله الشمال زي عرفة سكتها صاروخ.
ولا قدوم ما يقدرش يعمل لها حاجه. بتفوت يصلحها مصطفى عبده. حلوه خطير. شوف الخطيب برجله اليمين جوه الجول. اصعب 8 دقائق في تصفيات كاس العالم بين مصر وتونس. بترجع لورا حسن شحاته وقدام مختار مختار علي خليل مختار مختار الخطيب. برافو يا خطيب. كل الدنيا 3-1 بعد دقيقة واحدة الجول بيخلص 3-1. ده ايه ده الحمد لله 3-1. الخطيب بعد كده الجول الثالث الجول الثاني والخطيب يا جول عظيم جول عظيم. مش معقول جول. يا سلام وشماله والخطيب خطيب جول لعبها علي للخطيب على صدره والجول يا ولد يا ولد يا لعيب. لم كرة وماشي ومع بدر ياخدها على عمل ايه وماشي الخطيب هو الجول ماشي وهم الجول يا حكم رافع ايده ضربة حرة غير مباشرة اللعب تنحط الله نجم مصر ونجم هجوم النادي الاهلي. الخطيب بعد كده الجول الثالث الجول الثالث جميل. لسه بقول لك الكره جوال والكره حلوه والخطيب الجول الثاني ليه الثالث للنادي الاهلي. الخطيب جاب الاولاني جمال عبد الحليم جاب الثاني وداخل من جوه وهرده الخطيب الخطيب الى زكريا وزكريا ناصف ماشي وكره رجل الخطيب النادي الاهلي واللي يجيبه محمود الخطيب نجم هجوم النادي الاهلي. ولسه بقول لحضراتكم انه عامل مع زكريا ناصف ومحمد عامر عاملين تحركات كويسه ومثلث ناحيه الشمال وفعلا وبيبو يخرب عقلك يا راجل بيجري بيبو وهو والجول ايه الليله دي يا بيبو. رفع عبده يلا درش العبها بالعرض الخطيب بعد كده الجول الثالث وباختبار وبفن ومهاره وبيحطها برجله اليمين على شمال الجول الجول الثالث النادي الاهلي. حلوه طويله من ورا الباك لمصطفى عبده بالعضبه يلا هوبا الخطيب ايه ده مش معقول الجول ده يا سلام لفتحي يلعبها لمصطفى عبده ترجع تاني للخطيب وهوبا حكم رافع ايده ضربه حره غير مباشره اللعب تنحط الله لربيع ياسين لطاهر ابو زيد
لمختار براس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب براس وراس مرتين وهيجيب جول يا جول 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 التعادل للخطيب جول التعادل للخطيب يا سلام الخطيب نجم مصر ونجم هجوم النادي الاهلي وكاس افريقيا مع ابطال مصر وابطال النادي الاهلي السيد الرئيس محمد حسني مبارك اول مره الخطيب لان قبل كده زي ما قلت لكم مصطفى عبده كان الكابتن قبل ما يعتزل كان هو اللي بيشيل الكاس